مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغزي ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو تعمل إيه؟ هقعد. استني يا مول، المكان كله تراب. قرف ده يا مول. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعد يا شوشو اقعدي. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الضمانهوي اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. اه ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش. مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لكم كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملتنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخدنا تاني. فشكرا، مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا.